السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في القناة اللواحة. Welcome to the channel. تجدون في القناة قواعد النحو، حوار، خطابة، أشعار، أدب، أزحوكات، حكايات، مقالات، تعبيرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هيا نبدأ الدرس. الدرس 138. عنوان درس اليوم: الفعل المضارع. الفعل المضارع كل فعل يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل. مثلا: يكتب زيد الدرس، يعني إنه يكتب الآن أو سوف يكتب. أحرف المضارعة: الهمزة، النون، الياء، التاء. الفعل المضارع لا يبدأ إلا بأحرف المضارعة، مثلا: أذهب، نذهب، تذهب، يذهب. أرجو منكم المشاركة في القناة والضغط على زر الإعجاب والنقل إلى الآخرين. وداعا